لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا في المحكوم عليه وهو المكلف، وتناولنا شروط التكليف بصفة عامة، وثم شرعنا في الكلام على ما يمكن أن يسمى ببعض عوارض الأهلية. تحدثنا في المرة السابقة عن الإكراه كعارض من العوارض الذي قد تعرض، وكما ذكرنا الكلام كله ينطلق من أصل واحد، يعني أنه هو أن الإنسان لكي يكلف يجب أن يكون مدركا وأن يكون مريدا، وأنه بناء على ذلك بيكون مكلف. وبناء كده اتكلمنا على الإنسان البالغ العاقل، لازم يكون عاقل، والبالغ قلنا درجة العقل اللي عندها يبتدي ينفع يضحك. فإذا عرض عارض وأثر على هذا الإدراك أو على هذه الإرادة، يبقى نحن نبحث هنا على العوارض اللي ممكن تؤثر على إدراك الإنسان أو على إرادته، وبالتالي بيرتفع معها التكليف جزئيا. يعني هو المكلف هو الإنسان البالغ العقل، هذا مكلف. وطبعا دايما بنشير إلى أن احنا ممكن نقول المسلم مجازا لو بنتكلم في العبادات، أو على وجه خصوص أو بنتكلم في فروع الشريعة عندما نتكلم عن المطالبة بها في الدنيا، يبقى بنتكلم عن المسلم البالغ العقل. لو بنتكلم عن التكليف بمعناه الدقيق فاحنا بنتكلم على الإنسان البالغ العقل. هنا العقل هيبقى لأنه يدرك ويقرر، الإدراك والإرادة. البلوغ درجة العقل التي جعلها الله تبارك وتعالى، جعل البلوغ علامة على أن العقل بلغ النضج، الدرجة التي يحاسب الله عز وجل العباد عندها. طيب ممكن يرد شيء بفعل الإنسان أو بفعل غيره أو بسبب آخر، لا هو من فعل الإنسان ولا من فعل غيره، يرد شيء يؤثر على هذا الإدراك أو على تلك الإرادة. إذا جاء ما يؤثر على الإدراك أو مع الإرادة، فهنا بنكون أمام عارض من عوارض الأهلية. فالإكراه بيبقى عارض، وقلنا زيه يعني الإكراه تحدثنا عن وجود مكره، لكن الأعم منه نقول الضرورات تبيح المحظورات، وإذا المكره مش هيبقى في الصورة الأعم دي عندما نتكلم عن ان الضرورات تبيح المحظورات، لا نتحدث عن مكره كإنسان آخر بيهدد المكلف انه اما ان يفعل المحرم واما ان يوقع عليه العقوبة، او اما ان يمتنع عن الواجب واما ان يوقع عليه العقوبة، ولكن هنا الامر هو موجود، يعني يا اما يأكل الميتة يا اما سيموت، هو في صحراء انقطع به الطريق، يا اما يعني انسان غصة حلقه ولا يجد الا خمر، تصور ما كان تائب، كان مع قوم عصاة وفي سفر، هو معهوش ماء، ما فيش غير هم معاهم خبر، اي شيء يعني ممكن يرد، والمثال بيبقى الغرض منه نفهم المسألة. فاذا وصل الى حل اضطرار، هنا هي نفس المسألة، انه اما يفعل محرم او يلحقه ضرر بالغ في المصالح التي رعاها الشرع من الدين والنفس والعرض والمال. يبقى بنقول ايه؟ الضرورات تبيح المحظورات. طيب بلا شك ان هو احنا حطينا من الاول خالص من شروط التكليف العقل، يعني لازم يبقى لكن نرجع، يعني بمعنى اتكلمنا على فقد العقل انه يعني من ليس عاقلا لا فهو غير مكلف. لكن بيتكلمنا هنا طبعا هو في الدكتور محمد سليمان الاشقر رحمه الله في كتاب الواضح
يعني ما حبش يعمل باب طويل مع عرض الأهلية أو كده، إنما هو ذكر لنا التكليف وبيذكر الحالات نقاط كده متتالية هي بيذكر فيها كل عوارض الأهلية أو كل الحالات اللي بيطرأ فيها على التكليف شيء يجعله مرفوع مؤقتا بصورة أو بأخرى. فإذا غياب العقل أو الجنون أو عدم العقل يعني عدم التكليف، لكن الذي يفقد عقله فقدا عارضا مؤقتا بسبب طبيعي كالنوم والإغماء والنسيان هم أيضا غير مكلفين لكونهم لا يفهمون الخطاب حال قيامهم. بالك احنا بنتكلم هنا ان كل تكليف هو خطاب موجه للمكلف في لحظة التكليف. ما انت تقول لي خطاب الصلاة، اما انت عندك خطاب انهم 5 صلوات في اليوم والليل، فلما يدخل الوقت الخطاب ده حاضر في ذهنك ان الخطاب يتجدد كلما دخل الوقت. طبعا والاذان علامة عليه وتذكير به، يبقى انت لما تسمع الاذان بيبقى ده نداء، لكن عموما الخطاب اللي هو اقيموا الصلاة ده لو ورد كده مجردا بدون اي ادلة فيها المواقيت او فيها انا بصلي كام صلاة في اليوم والليلة، كنا هنقول انه يكفي اقامتها مرة على الراجح، وكان مسألة فيها خلاف الامر باصله بدون اي اضافات يقتضي التكرار ام لا. احنا عندنا بعض العلماء قالوا يقتضي التكرار، ولعلهم مستصحبين اوامر شرعية التكرار استفيد فيها من نصوص واضحة وصريحة، مفيش نزاع يعني مفيش خلاف بين العلماء اطلاقا في ان هما ان يجب صيام رمضان من كل عام، وانه يجب 5 صلوات في اليوم والليل، لكن هو الخلاف بينهم احنا استفدنا الكلام ده منين؟ التكرار. فبنقول الراجح ان الامر المجرد لا يفيد التكرار، يفيد الامتثال مره واحده. طيب ان جاء في ما يدل على ان المطلوب تكراره لمرات معينه او تكراره اذا حدث شرط معين، وده اللي بيخلانا ندخل في الايه في الحكم الوضعي اللي هو بيبقى فيه اسباب، ان احنا عرفنا ان الـ لو نتكلم على الوجوب يعني مثلا انه له اسباب وشروط ويجب ان تمتثل موانع. الخطاب ده كده المفروض المكلف عارفه، وبالتالي بينتج عن هذا انه لما بيجي سبب الوجوب ويدخل الوقت مثلا، ويبقى هو علم ان نشأ خطاب جديد بيقول له صبر. طب هو نائم مش عارف يعمل العمليه الذهنيه اللي احنا بنقولها دي، يبقى سواء كنا بنتكلم على امر القي عليه مره واحده مش هنسمع يعني هو لن يسمعه، او حتى امره هو تعلمه وامره هو بلغه بانه كلما حدث كذا فيجب عليك، هو نائم ايضا غير قادر على هذا، المغمى عليه كذلك، والنافي مع انه عقله يعمل وهو مدرك ونحو ذلك، لكن هذه الجزئية التي نحن بصددها نساها. يعني هو صائم فهو قاعد بيتكلم قاعد شغال قاعد، يعني بمعنى عقله حاضر مدرك له إرادة لكن غاب عن ذهني، وهذا أمر يعني قدره الله تبارك وتعالى على الناس انه غاب عن ذهني انه صائم فأكل أو شرب نسيان. يبقى هنا النسيان خلى ان الخطاب يعني ان عدم امتثال الخطاب ليس ناشئا عن اعراض واباء ولا ناشئ عن كسل، هو العبد الذي يعني امن ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، او هو العبد عموما عندما ياتي امر من ربه، فاذا كان يعني ثم لا يفعل، اما ان يكون اباء واستكبار والعياذ بالله هذا كفر بالله، واما ان يكون كما هو الاصل في الذنوب والمعاصي، ولذا اهل السنه يعتبرونها انها معصيه طالما انها لم ياتي يعني تصريح من صاحبها او شيء لا يفسر الا على انه اباء واستكبار. الشاهد هنا ان هذا لم يخاطب اصلا، لا هو ابى واستكبر ولا هو تكاسل ولا هو في الواقع انه اثناء نومه
لم لو انا لو حد واحد بلغه خطاب هو ما سمعش، ولو هو متعلم خطاب بانه يجب عليه الصلاة اذا حدثت العلامة الفلانية، فلا هو قادر يعني يستحضر هذا الكلام ولا يستحضر ان العلامة حدثت. يبقى النوم النائم والمغمى عليه والناسي هم ايضا غير مكلفين لكونهم لا يفهمون الخطاب حال قيام هذه الاعضاء، فلا عذر عليهم فيما تركوه من العبادات مثلا اثناء ذلك، ولكن يلزمهم القضاء بامر شرعي جديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاتي او نسيها فليصليها اذا ذكرها. يبقى هنا الافتراض، ماذا لو لم ياتي هذا الحديث؟ كنا هنقول للنائم ايه؟ بعض العلماء بيقولوا كنا هنقول له خلاص انت الصلاه ديت كنت نائم من اول الوقت لغايه اخر الوقت. احنا ده الافتراض، والا لو هو كان مستيقظ ثبت في حقه الخطاب ثم نام يبقى مقصر طبعا، لو هو كان مستيقظ في الوقت ثم نام ولا ويغلب على ظنه انه لا يجد من يوقظه هيبقى مقصر. طب غلب على ظنه انه سيجد من يوقظه ثم حدث غير ذلك، هيبقى استقر الوجوب وعليه القضاء. طيب لو هو بقى من اول الوقت لاخره، بعض العلماء بيقولوا هو في الواقع الخطاب اللي هو احنا بنقول سينشأ تلقائيا من المختزن في ذهني ان هو كلما دخل الوقت وجبت عليه الصلاة لم يصادف محلا، وكأنه يبقى كبيره لولا مجيء الحديث: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، يقولوا كان ممكن يقولوا لا صلاة عليه بالكلية. وهو في الواقع باب عوارض الأهلية القدر الثابت فيه هو إنه إذا طرأ عارض على الادراك او على الاراده فبيرفع القلم، يعني لا يأثم الانسان، لكن هذا لا ينافي ان يطلب منه قضاء في عباده او يطلب منه قرش او تعويض في اتلاف مال للغير او غير ذلك. ولكن هل هناك اصل؟ يعني نقول لو لم يرد يبقى هو الامر واجب عليه او العكس؟ طبعا اذا ورد خلاص يبقى احنا عندنا برضه هنبقى متفقين انه من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها، يبقى خلاص اتفقنا ان الدليل جه حسم المساله. المسائل اللي ما فيهاش دليل خاص بعض العلماء بيعمل فيها قاعده ان الله تجاوز لي عن امتي بمعنى التجاوز التام، ويبقى ما بيطالبوش باي حاجه، فيقولوا لا احنا الحديث ده لن نحمله الا على رفع الاثم فقط. طبعا ده القدر المتفق عليه ان هو داخل في معنى الحديث من التجاوز وهو رفع الاثم. طيب لان النوم والنسيان يعني وهنا عندنا مثلا نسيان في الصلاه جاء الشرع بالعفو عنه تماما: من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وان كان ده برضه راجع لحاجه، راجع لايه؟ ان الصوم امساك، وهذا قد اكل او شرب ناسيا، ماذا يمكن ان يطلب منه؟ اللهم الا ان يطلب قضاء اليوم كاملا، وهذا يعني بعض اهل العلم يقول به، لكن في الواقع الحديث حجه واضحه. والله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد ان جعل النائم الناس في الصيام يعني كأنه لم يطعم ولم يشرب. طيب ايضا يقول: الذي يفقد عقله بفعل منه متعمد وهو محرم عليه، كمن شرب الخمر باختياره وهو يعلم انها خمر وانها محرمة واختلف في تكليفه فقيل انه غير مكلف، فلا يلزمه الطلاق ان طلق ولا القصاص ان قتل، وقيل هو مكلف فيؤاخذ كالصاحي تماما ويلزمه اثم ما يفوته من العبادات اثناء سكره وعليه القضاء، وقيل يؤاخذ بما عليه دون ما هو له.
يبقى السكران بجناية منه، بعد ما قالك يعني هو سيسكر، ثم نكافئه على سكره نرفع عنه التكليف، فيبقى هو إذا سكر بإرادته فيلزمه قضاء العبادات. وهنا هنقول نعم الراجح انه يلزمه قضاء العبادات قياسا على النائم، هو النائم غاب ادراكه وارادته مؤقتا بسبب المباح، طب ده بسبب محرم من باب اولى، يبقى يلزمه قضاء العبادات. ان هو يلزمه ارش الجنايات واضح جدا، ده الراجح ان هو يعني يلزم كل متلف حتى لو طفل صغير او نحو ذلك، لو له مال الطفل اتلف شيء لغيره، لو له مال بيكون القرش من مال الطفل، والا اذا كان له مال، لان طبعا ذكرنا مرارا انه يتصور طبعا اطفال يكون له مال ورثه، اهدي ورثه عن ابيه وهو في حضانه امي، او ورثه عن امي التي ماتت وهو تحت ولايه ابيه، او اي سبب كما ذكرنا اهدي له في صغري فبقى له مال، فممكن يبقى، فاذا يبقى السكران يلزمه قضاء العباده، عليه قرش ما اتلف. طيب عليه عقوبه الجرائم، لو عمل جريمه فيها عدوان على الاخرين يلزمه حتى لا يكون هذا ذريعه ان الناس تتخذ هذا باب للنجاة من الجرائم. طيب لكن ان بعض العلماء قال ونوقع عليه طلاق، نوقع عليه طلاقه مع انه منتفي ليس له ارادة، قالوا نعاقبه. طبعا هنا يعني هو ده عقد، الزواج عقد، ويحل ب يعني يجب ان الرجل الذي يبدي عقدة النكاح يحلها، وبالتالي الراجح والله تعالى اعلم ان طلاق السكران لا يقع. عن عكبه على السكر في حد الخمر في تعزيل لو هو ذاب في شربه، لكن مش انك تجعل طبعا حتى حقوق الاخرين ما كانتش من باب العقوبة بقدر ما هي من باب حفظ حقوق الاخرين، لكن هنا الراجح ان طلاق السكران لا يقع حتى لو كان هو سكران بإرادته، يبقى وعايزين نعاقبه. وارد في ازمنه العدل ان يكون العقاب ان يمضى عليه الطلاق، كما يرى شيخ الاسلام ابن تيميه ان معظم مسائل الطلاق التي ذهب اليها الجمهور من ايقاع الطلاق ثلاث ونحوها ربما كان سببها ان عمر رضي الله عنه اراد ان يعاقب الذين يتساهلون في النطق بالطلاق ثلاثة. طيب ممكن السكران يبقى بدون بدون تحريم، بكره حد اكره على شرب الخمر زي اللي هو مثلا بيعمل عمليه جراحيه واخذ بنج زي كذا زي كذا، وده برضو لا شيء عليه، لكن سيبقى ان الصلاة ثبت ان النائم يصلي، فايضا من تغيب عقله يقضي الصلاة، وحقوق الاخرين ارش الجنايات دي لا يعني تلزمه على كل حال. يبقى اذا السكران اللي هو سكران بعذر يعني واخد بنج او شرب خمر والعياذ بالله ولكن باكراه، فلن يكون يلزمه الا قضاء العبادات هنعمله فيها معامله النائم، او ارش الجنايات لان هذه لا تسقط بحال، ارش ما يوقعه على الاخرين من ضرر. اما لو كان ان هو سكران باراده، الظاهر ان هو لا، اذا كان منع العقوبه هي عقوبه الخمر، لكن في تصرفاتي ايضا سيكون له نفس الحكم. طبعا واحنا اكدنا دي مرارا ان المجنون غير مكلف،
فإن كان المجنون يفيق حتى يكون كسائر العقلاء يكلف مدة إفاقته، ولا يلزمه قضاء ما مر من العبادات مدة جنون. طب ما احنا قلنا إن النائم يقضي الصلاة، ماشي، لكن المجنون هنا النائم درجة العارض اللي جه عارض مؤقت ومخه عقله موجود وأمره قصير في الغالب. أمر المجنون الذي يجن ويفيق اللي ذكر العلماء إن كان فهي أمراض شديدة ولها تبعات ونحو ذلك، وبالتالي الأصل إن هو فترة جنونه غير مكلف. طيب، من يقول من لم تبلغه دعوة الرسل على وجه مقنع فليس مكلف؟ قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه الآية تدل بعلتها على بعض المسائل السابقة. طبعا احنا دايما بنقول انه بعض كتب الاصول بتتأثر في كثير من المسائل بمنهج المعتزلة، ويمكن المسألة دي من أكثر المسائل اللي بيتأثر فيها كتب الأصول بمنهج المعتزلة، اللي بيروا إن الميثاق حجة وإن لم يعني تبلغ الإنسان دعوة الرسل، خلافا لإجماع أهل السنة ولقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. لكن واقع المؤلف هنا لا، ده راح الناحية التانية، ودي ده موجودة بقى في زماننا نتيجة الضغوط، الأسئلة وضغوط الناس عن الناس اللي يعني اللي دايما بيتكلموا عنهم إسلام بلا مسلمين، وإن دول يعني بيطبقوا كثير من الأخلاق الحسنة، وإنه يعني نظن بهم أنه لو بلغهم الإسلام غير مشوه أنهم كانوا سيدخلونه أو نحو ذلك. فبدأنا مثلا هو هنا يقول إيه: من لم تبلغ دعوة الرسل على وجه مقنع فليس مكلف. العبارة دي محتملة، عايزين نحطها تحتها كم خط. ما بنقول انه احنا العذر بالجهل قاعدة او اصل من اصول اهل السنة، كما قال الشيخ الاسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن حديث الرجل الذي ظلى نفسه، او هو يتحدث عن عذر حال بعض صور من اثر بعض الصور الشركية، قال: وكنت كثيرا ما استدل على هذا الاصل بحديث الرجل الذي ظلى. يبقى انا عندي عذر بالجهل، ده اصل من اصول اهل السنه والجماعه. والعذر ده احنا عندنا الناس اما مسلم واما كافر. طيب، الكافر مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه يسلم. طيب، اذا بلغه اصل الاسلام فقد بلغته الحج، يعني بلغه ان هناك رجل يقول انه رسول من عند الله، يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونبذ ما يعبد من دونه. طيب، إذا هذا القدر، إحنا قلنا إحنا الوسط، لا إفراط ولا تفريط. يعني المعتزلة بيعتبروا إن الفطرة أو الميثاق الأول اللي الناس كلهم بيولدوا وهم لا يذكرونه، قد يعتبرونه حج، أو هم يعتبرونه حج. أنا الأهل السنة بيروا إن هو مع وجود هذه الفطرة ووجود ذلك الميثاق، أول ما الإنسان يسمع عن من يقول أنه رسول من عند الله جاء بعبادة الله وحده لا شريك له، إنه هذا كافي في إنه يجب عليه أن يسمع، ويجب عليه أن يبحث، ويجب عليه أن يتعلم أو أن يعرف إلى ما يدعو هذا الرسول. يبقى طيب، هنا عشان كلمة مقنع دي ممكن تبقى فضفاضة جدا. لا، هو إذا بلغه ودعوة الرسول إجمالا على ما هي عليه، خلاص. طيب، لو بلغ إن رجل لعبادة الأوثان، إن النصرانية أقرب إلى التوحيد منه، ده كان، وهكذا. إذا يعني الله تبارك وتعالى أعلم بما في القلوب، لكن إحنا عقيدتنا انه من لم تبلغه، يعني اللي بلغه شيء، انت لو يعني بتقول يجب عليه ان يكفر به، اذا بلغه
كلام كله يعني لا، ليس فيه توحيد بل فيه شرك، بل فيه صور من الشرك أعظم مما هو عليه. لكن الأكاذيب الكثيرة، يعني من يبلغه الإسلام بأنه يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله ويسمع معها أكاذيب فرعية كثيرة، فهذا لا يؤثر في أنه قد بلغته الدعوة. يبقى إذا على وجه المقنع يجب أن احنا إيه نضعها في الحسبان ونضعها في إطارها، إن احنا بنتحدث عن إنه من بلغته الدعوة مجرد أخبار مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها شيء مما هو محفور في الفطرة لكي تتوافق الفطرة معه، ويبقى الإنسان إن كان منصفا يسمع لهذه الدعوة، وإلا هنبقى عرفنا إن هو آثر دين الآباء والأجداد أو غير ذلك من الأمور. يبقى من لم تبلغه دعوة الرسل، هو بيقول على وجه مقنع، العبارة دي يعني من لم تبلغه دعوة الرسل على وجه صحيح ممكن فليس مكلف. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول: وهذه الآية تدل بعلتها على بعض المسائل السابقة. كذا من بلغته الدعوة ولم يفهمها لكونه أعجميا، ما قالوش أقرأ على الناس القرآن وهم لا يفقهوا القرآن، لا يفقهوا لغة العرب، وأقول إن أنا أقمت عليهم الحج لكونه أعجميا ولم تترجم، لا، لكن أقدر إن أنا أوصل له معنى الموجود في الآيات، أوصل له طبعا. أو كان أصم أعمى فلم يكن فلم يمكن إفهامه، يعني يقول لا أنت عارف تتحدث معه بصوت ولا بلغة الإشارة، فهو غير مكلف حتى يعني. يقول: والجاهل إن كان متمكنا من العلم مكلف بما جهل بخلاف غير المتمكن. فمن نشأ ببلد الإسلام فزنى جاهلا بالتحريم يحد، وإن لم يصل وإن لم يصلي يلزمه القضاء. وأما من أسلم ببلاد الكفر وقد نشأ هناك ولم يعلم وجوب الصلاة أو الصوم لم يلزمه القضاء، وإن زنى جاهلا بالتحريم لا يحد. يبقى هنا بنبتدي نتكلم على إيقاع العقوبات. هل يعني هل وارد انه ان احنا نقول معذور او نقول لم تبلغه الحج ولكن تقع عليه عقوبه؟ نعم، يعني هو في عهد عمر رضي الله عنه رجل قيل له: ما اخر عهدك بالنساء؟ قال: البارحه. قيل له: ازنيت؟ اما تعلم ان الزنا محرم؟ قال: ومتى حرم؟ رفع الامر الى عمر رضي الله عنه فامر مع انه محصن، يعني هو لو طبقنا عليه حد الزنا هيبقى يرجم. والحديث ده مهم جدا في ان احنا نعرف في انه قد تقع عقوبه على المقصر في طلب العلم، لكن مش ان هو حوسب على شيء لم يعلمه او شيء لم يبلغه. وبالتالي في باب التوحيد والعقيده لا مجال انك تقول انه لم تبلغه الدعوه فاذا وهو مقصر في طلب العلم فاذا فهو يحاكم كما لو كانت بلغته. طبعا بنتكلم في اصل الدين، يعني هو كافر لا يشهد ان لا اله الا الله ولا ان محمد رسول الله، ويريد ان يسمع كلام الله، يبقى هو نسمعه كلام الله. او مساله اللي احنا دايما بنتكلم فيها على طول، وانه مسلم شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله معه الإيمان المجمل، لكن ما يعرفش تفاصيل معنى العبادة شرعا، وإن لا إله إلا الله يعني لا نعبد إلا الله، فما يعرفش تفاصيل معنى العبادة فيصرف بعض صور العبادة لغير الله وهو لا يدري، زي محمد رسول الله كل ما يأتي من خبر الإسلام يصدقه فيجي يكذب ببعض الأحاديث
فيقول اشك او لا اعلم انها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يختلف عمن ربى على النبي صلى الله عليه وسلم قوله. يبقى اذا هل ممكن اللي هو ارتكب صورة من صور الشرك يعاقب على تقصيره في طلب العلم ان كان هو كان في بيئة يبذل فيها هذا العلم؟ الصحيح نعم، ولكن هل يمكن يقال ان المقصر في طلب العلم او ان المتمكن من طلب العلم يعتبر قد اقيمت عليه الحجة؟ ده ينسف بعض الادلة التي قررت العز والجهل الاجماع عليه، الامثله اللي العلماء طبقوها فيه، يعني الامثله اللي العلماء طبقوها فيه، يعني ابن تيميه رضي الله عنه يناظر المعتزله ثم يقول لهم لو اني قلت مقالتكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. طب هنا ابن تيميه يبقى باب العذر بالتاويل ده باب واسع جدا، يبقى ازاي يتقال ده هو نظرهم، ولكن في مسائل اذا نظرت الخصم افحمته، فيبقى انت كده تقدر تقول ان ده معاند او معارض لله تبارك وتعالى، يمنعه الكبر او الاباء او غير ذلك من ان يقبل دين الله. في مسائل فيها شبهات، فيها عكس، في ارض، حتى لو فيها اشباع من اهل السنه، فانت لا تكفر المخالف بما كنت تبدعه او تبين انحرافه، طبعا تبين انحرافه عن اهل السنه. يبقى اذا هنا الجاهل ان كان متمكنا من العلم مش هنقول مكلف، ولكن نقول يعني بعض، على فكره بعض المسائل المذكوره هنا هي شروط لتطبيق العقوبه، فنقول ان هو يعرض نفسه للعقاب او قد يعاقب لانه كان متمكنا من العلم ثم لم يتعلم. طيب الكفار، احنا اتكلمنا هنا على الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة، طيب الكفار الذين بلغتهم الدعوة مخاطبون بفروع الشريعة، يعني طبعا متفقون ان الكفار الذين بلغتهم الدعوة مخاطبون بالإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا مسألة إجماع على ان هم الشهادتين دول هم شهادة واحدة، شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله، بني الاسلام على خمس، الركن الاول الركن الاول من هذه الخمس الشهادتين معا، الشهادتين ركن واحد لا تجزي احداهما بدون الاخرى. ان دلوقتي بدا بعض الضلال يتكلم في قضيه يعني هز مرجعيه ان او هز قضيه ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق مختلفه، يعني مش هيقولوا الكفار قالوا شهاده لا اله الا الله يبقى كفايه عليهم، ورجع تاني بقى قال المسلم نفسه يقول شهادة لا اله الا الله وبعدين يعتبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بشري او احد التفاسير التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا 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 يمنع هذا وجود تفسيرات اخرى، الكلام ده زندقه يعني ولا عفوا. طيب يبقى احنا، طب الكفار بقى الذين بلغتهم الدعوة مخاطبون بأن يؤمنوا، طب هل مخاطبون بفروع الشريعة؟ وعندنا مسألة محسومة، وهي إننا إذا لم نطالب كافر في الدنيا بأنه يصلي أو يصوم أو نحو ذلك، كان بقى يعني ذمي معاهد مستأمن حتى حربي يعني واجهته في الحرب، مش هتطلب منه أن يفعل شيء، أنت دايما تطلب منه الإيمان، آمن تطلب منه بقية الإيه؟ بقية التكاليف، لم يؤمن فلا تطلبها منه، يبقى في اتفاق أن الكافر لا يطالب في الدنيا بفروع الشريعة، لكن الخلاف هنا هل يطالب في الآخرة بفروع، هل هو مما سيحاسب عليه؟ أنه لم يكن يصلي ولم يكن يصوم ونحو ذلك، الصحيح نعم أن هو بكفره منع نفسه من أهلية أنه يتعبد لله تبارك وتعالى، فسيكون الحساب على هذا وذاك كما
قال تعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الزكاة هنا قد يعني عشان نقول ان الآية دي دليل، هيبقى الزكاة هنا هي المعهودة في من إخراج ما أوجبه الله تبارك وتعالى في المال، لكن وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. لكن هو الراجح هنا ان الزكاة من التزكية، فالآية ليست حجة، لكن الآية التي بعدها التي ساقها من قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا. فذكر ان هو ايه انهم لم يكونوا من المصلين. طب انت هل تصح منه؟ ابدا. فهي الفكره انه كان كل وقت صلاه ده نداء جديد له ان هو يصلي، وقبل ما يصلي يحقق شرط صحه هذه الصلاه وشرط قبولها، وهي انه يكون مؤمن. يبقى إذن مما يعلمه الكفار نحن بنخاطبهم بالإيمان، ونخاطبهم يعني وعارفين كده طبعا إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيخبرهم طبعا هو القضية في أن يصدقوا أم لا، بأنهم إن كذبوا سيحاسبون على كل ما قصروا فيه من عبادات لأنهم لم يؤمنوا. طب هو يبقى هو كونه لم يؤمن عطل على بابه، قفل على نفسه باب أن يصلي وأن يصوم وأن يحج. قال: وما يفعله الكفار من الطاعات يثابون عليه إن أتوا بأركانه وشروطه ومن شروطه لمن يبقى عايز يقول ما لهمش طاعات. عايز اقول لك حد يقول طب هو هل يتلهم الله عز وجل اعمالهم؟ لا، ما هي العمل له شروط. طب من شروطه شروط قبول، من شروطه الايمان. طبعا يعني كثير من اهل العلم يقولون ان الكافر العباده لا تقبل بحال من كافر، واما حسن الخلق وغير ذلك قالوا ان الله تبارك وتعالى من سعه رحمته انه يعجل لمن يفعل هذا بعض طيباته في الدنيا ليكون قد جوزي على ما فعل من خير. يقول: وما يفعله الكفار من الطاعات يثابون عليه ان اتوا باركانه وشروطه ومن شروطه الايمان ونية التقرب الى الله بالعمل، لقوله تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قال إيه؟ وهو مؤمن. يقول: طيب إحنا قلنا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بس قلنا في إجماع على أنهم غير مخاطبون بها في الدنيا. طب إذا أسلم ويقول بقى منذ بلغ، نقول له اقضي الصلوات اللي أنت كنت مخاطب بانك تصليها ولكن منعك الكفر من هذا؟ لا، بالاجماع هذه، لان احنا قلنا عموما الكافر لا يخاطب في الدنيا بفروع الشرع، لا يؤمر بها، لا تطلب منه، والاسلام يجب ما قبله. المريض، طب احنا نجيب المريض هنا ليه؟ يعني هنتكلم على اشياء بتؤثر على الادراك او الاراده، لكن بنجيب المريض لانه المرض يعني قد يكون باب للموت، فبنبحث مسائل لها متعلق بالفتره اللي هي بيبقى فيها الانسان يعني بيحتضر او نحو ذلك. فبنقول المرض لا يؤثر في التكليف، ده الاصل، المرض لا يؤثر في التكليف، ولكن قد يأتي معه تخفيف، كان في مشقة، كل إلا بعض التخفيفات الشرعية
كسقوط القيامة في رمضان ويقضي الصوم. وأما تصرفاته القولية والفعلية فهي كالصحيح تماما، إلا في أمور ثلاثة، منها أن مرضه إذا كان مخوفا واتصل به الموت كان لورثته أبطال تبرعاته في مرض الموت فيما زاد على الثلث من ماله، وللدائن إبطال تبرعاته بقدر الدين. يعني هنا الشرع نظر إلى أن التصرف في هذا مرض الموت غلب على الظن انه سيموت، وبعدين مات فعلا، والتصرف ده ياخد حكم الوصيه مش حكم الهبه المجرده. طب الهبه في الانسان حال حياته يهب ان شاء الله ماله كله، لا احد يساله شيء، وهو عليه نفقه، ما ممكن يكون مكتسب يعني عنده مال مدخر ينفقه يهبه، وبعدين هو نفقه من تلزمه نفقاتهم بيكتسب لها وينفق. طيب دي الهبه، يهب من شاء، لكن لو ساهب اولاده يسوي بينهم في العطف، او لو اراد ان يسوي لابد ايه الا يهب احد دون الاخر ويسوي بينهم في العطف. طيب الشرع اذن للانسان انه يقول بعد ما يموت ماله يحصل فيه ايه. كان في اول في الجاهليه وفي بدايه الاسلام ابقي تشريعات الوصيه ان هو الانسان هو اللي يحدد لما يموت ماله يقول الى من. طبعا المال مال الله عز وجل، من معاني تثبيت هذا المعنى شرع الله تعالى الميراث، احكام يقررها الله تبارك وتعالى، يبقى الانسان اول ما مات ما عادش له ذمه ماليه خلاص، انقطعت ذمته الماليه، والمال بقى للورثه بالانصبه التي ذكر الله تبارك. طيب في الـ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. يبقى في ناس اصحاب فروض، والشرع جعل العصبه من بترتيبهم كده، بعض ما بيبقوش اصحاب فروض ياخدوا مزاد، ياخدوا مزاد دي ساعات بيبقى كتير جدا، مثلا ابن المتوفى عصبه ويعصب اخته او اخواته، يبقى لو في ابن يبقى لن يرث معهم الا الاب والام، اب المتوفى وامه والزوج لو موجودين، ويبقى الباقي كله يروح للابناء. يبقى لما بنقول وما بقي الاولى رجل ذكر، ساعات بيبقى ده فقط ان ايه بيبقى في الغالب جزء كبير في حاله الابناء مثلا. طيب فالشرع جعل المال مال الرجل اذا هو بيموت ينتقل المال تلقائيا للورثه. ثم اذن الشرع للانسان يحدد ثلث ماله كحد اقصى، يعني ممكن ما يقولش حاجه خالص، وممكن يحدد ثلث ماله كحد اقصى، يقول ده المفروض يروح فين، وما يبقاش من ضمن الفين اللي هو بيقولها دي وارث. ليه؟ لان ده هيبقى تحايل على الشرع، يعني الشرع يجعل هذا يرث وهذا لا يرث، هذا يرث اكثر من ذاك، يقوم ده يجي بالوصيه، لا يبقى في حدود الثلث لغير الورثه. الهبه في حاله المرض الذي يخاف منه الموت تعامل معامله الوصيه، يبقى تقيد انها تكون وانها لا تكون لوارث. وكذا لو طلق وظهر من الطلاق انه يريد ان يحرم زوجته من الميراث، يعني ممكن حد بيبقى يعني كره زوجته، ومفروض المؤمن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها، فساعات يبقى هو كره زوجته ولكن محتاج خدمتها ونحوها، فيقوم لما يبدو عليه امارات الموت
يطلقها، لما يشعر بدنو أجله يطلقها، يريد أن يحرمها من الميراث. فهنا هذا التصرف على وجه الإضرار يعني من باب المعاقبة بنقيض القصد، أو لا تعد زوجة في أمر الميراث، ترث كأنها زوجة. فرأي لو لسه في العدة كده كده تترث، لكن حتى لو خرجت من العدة وظهر إنه كان هذا الطلاق على وجه الإضرار ومنعها من الميراث، وإنه يبقى يستنزف يعني وجودها معه، ثم يريد أن هي زوج، هي تقوم بحقوق الزوجية وزوج، وهو يريد أن يحرمها من بعض حقوق الزوجة، هي أنه إذا توفي زوجها ورثت من ماله كذا وكذا. طيب معانا، هو بيختم الباب بقاعدتين او تلخيص، واحده منهم تلخيص اثار الدخول تحت التكليف. يعني اذا بلغ الشخص عاقلا، يبقى انا كان عندي ده اصل التكليف. احنا كل الكلام اللي قلناه بعد ما خلصنا الكلام على الانسان البالغ العاقل، كنا بنتكلم على فرض صور، على عوارض اهليه، على اكراه، على يعني هو عاقل ولكن يجن احيانا، على سكر، كل دي عوارض الاهليه. لكن انا بنعود مره اخرى الكلام على ان انا كان عندي شخص ما هوش مكلف. طبعا قلنا لو مجنون خلاص كده لا له ولا عليه، انما لو عاقل ولكن مش بالغ بيبقى بعد سن التمييز يكتب له ولا يكتب عليه، ويبقى متربصين ان هو هيجي في يوم يبقى بالغ عاقل ومن ثم يدخل تحت التكليف. قل اذا بلغ عاقلا، يعني حصل اماره البلوغ واحنا عارفين انه عاقل، ذكرا كان او انثى، ثبتت له الاحكام التاليه بشروطين. الاول انه تلزمه الواجبات الشرعيه كالصلاة والصوم والحج، ويستحق الإثم والعقوبة الأخروية على ترك الواجبات وفعل المحرمات خلافا في ذلك لغير المكلف. يبقى هو بنقول احنا بنتكلم هنا على شخص كان شخص طفل مميز يكتب له ولا يكتب عليه، فمجرد البلوغ وهو عاقل طبعا صار انه يجب عليه كل الواجبات ويجب عليه ترك كل المحرم. طيب الثاني، تنعقد عباداته المفروضه فرضا. امال هي كانت ايه؟ كانت بتنعقد نفلا، يبقى داخل صلاه الظهر مع ابيه او لوحده ومع جموع المصلين وبينوي صلاه الظهر، ولكنها تنعقد نفلا لانه ما كانش واجب عليه، ده لما قبل البلوغ. في فور ما بلغ تبقى الصلاة تنعقد فرضا. طيب وتجزئ، وده بيبان معانا بقى فين؟ في الحج بالذات، ان هو كان قبل كده لو حج انعقد حجه نفلا ولم يجز عن حجة الاسلام، لكن بمجرد بلوغه لو هو ذاك العلماء بيتكلموا لو انه ايه اذا حج الصبي ثم بلغ قبل عرفه وبعد عرفه واثناء عرفه، بيذكروا امثله لانه ممكن يقلبها تبقى حجه الاسلام امتى وازاي وهكذا، فيقولوا ايه الحد اللي بيه لو هو بلغ وهو في الحج يقدر يقلبها حجه الاسلام. تفاصيل فقهيه، لكن كل ده للتاكيد بس الفكره اللي احنا ايه اللي احنا بنتكلم عليه. ايضا يؤاخذ بافعاله، فان فعل ما فيه عقوبه حديه لزمته، كما لو زنى او سرق، ويلزمه القصاص ان قتل معصوما او قطع منه عضوا او جرحه او ضربه بخلاف غير المكلف. الرابع يؤخذ باقواله، فيصح زواجه وطلاقه ونذره واقراره
نصيحة: تصرفاته المالية من بيع وإجارة وهبة ووقف وصدقة وإعارة وتقبل وديعة ونحو ذلك. لكن هنا كمان في التصرفات المالية، احنا قلنا في التصرفات إنها منفعة لصاحبها من كل وجه، ودي حتى مع الصبي أجازنا إنه يقبل الهبة، في مضرة من كل وجه، ولا مضرنا بالاعتبار المالي، ودي لازم يكون فيها بالغ، بل بالغ رشيد. يبقى هي دي القضية هنا، إن الحاجات اللي زي دي، لكن يشترط صحة تصرفاته المالية مع البلوغ أن يكون راشدا، فإذا بلغ غير رشيد أي سفيها، يبقى التصرفات فيما عدا اللي فيها نفع محض، الحاجات اللي فيها ضرر محض او التي قد تكون كذا، او اللي هي بقى بيع وشراء، فممكن يكون السعر مناسب وجيد، ممكن يكون لا، سواء هو كان بائع او مشتري او نحو ذلك، فيبقى لابد ان احنا نرصد رشده المالي. يبقى اولا ده سواء في التصرفات المالية الضارة أو التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، هو فيها كحكم الصغير إلى أن يثبت رشده، إلى أن يثبت رشده، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يبقى ده البلوغ، فإن آنستم منهم رشد، يبقى البلوغ، وبعدين نختبر الرشد المالي، فادفعوا إليهم أموالهم، يبقى ولي اليتيم يعني مخير، تخيير مصلحة، أن يجتهد في مصلحة اليتيم ومصلحة ماله، ومنها إنه مجرد ما اليتيم يبلغ بيكون الولي دوره إن هو يختبر الرشد. يختبر الرشد إزاي؟ والله هو الطفل الغير البالغ بياخد كام مثلا، يروح يشتري حلويات لنفسه مثلا، أو يشتري حاجيات السوق للبيت، فيديله أكتر شوية، يقول له هات، بدل ما كان بيعطيه يجيب الحاجات بتاعت اليوم، ولو حد رايح يجيب حاجة الأسبوع لازم يكون حد كبير، يقول له جيب حاجة الأسبوع، طب جيب حاجة الشهر، طب مش كده، يختبره شيئا فشيئا إلى أن يطمئن فيعطيه كل ما. وأما في العبادات والعقوبات فحكم حكم البالغ من العقوبة. طيب، قاعدة قلناها مرارا بس هو قايلها لوحدها وبنعيد التأكيد عليها. يقول: قاعدة: عدم التكليف لا يستلزم عدم الحكم الوضعي. يعني لو علمنا أن الله تبارك وتعالى أوجب حقا في المال، فصاحب المال ده طفل صغير، وكلا قلنا طبعا طفل صغير قد يعني يوهب له، قد يرف، المهم صاحب المال ده طفل صغير، طفل مميز، مجنون، في حق في المال. ولكن هنا في تعارض بين ان انت بتقول بوجوب هذه الاشياء وبين انك بتقول انه غير مكلف، ولا هنا ده خطاب وضع، ده وجود المال بالنصاب حوالين الحول عليه، دي اللي قلنا عليها الاسباب والشروط والموانع. يبقى وجود الموانع حصل بهذا الوجود. طب يستقر في ذمه مين؟ في ذمه الولي، هو ده الوجوب يخاطب به الولي، انه يخرجه من مال اليتيم، وطبعا وايضا ارش ما يتلفه. يقول: كل انسان، قلنا فيما تقدم انه غير مكلف، كل الانواع اللي قلنا عليها غير مكلف، مجنون، صبي صغير، صبي مميز، لا يمنع أن ينصب الشرع فعله أو وصفه سببا للحكم التكليفي. فمثلا نصب الفعل سببا أن يكسر الطفل سيارة لغيره، فمثال نصب الفعل سببا أن يكسر الطفل سيارة لغيره، أو يتلف سببا، أو يتلف شيئا، أو يقتل نفسا عمدا أو خطأ، فلا يؤاخذ في الآخرة على فعله، ده بقى اللي هو رفع القلم، لكن ولا يلزمه قصاص لأن دي عقوبة، ولكن يكون فعله سببا لوجوب الضمان، وكذا المجنون والنائم ونحوهم، وكذا الدابة،
احنا قلنا التكليف الانسان. طب عشان ايه؟ عشان نخرج الدابة. وعشان ايه برضو؟ عشان نقول اتلاف الدب او حماية الدابة ومنعها من اتلاف اموال الناس، يبقى مسؤولية موزعة على صاحبها وعلى اصحاب الاموال باختلاف الايه الليل والنهار. بالنهار يسهر كل واحد يحفظ ماله، وبالتالي لو الدابة اعتدت عليه يقول لها انت قصرت في حماية مالك، والليل يجب على اصحاب الدواب ان يحفوها ويمنعوها حتى لا تفسد اموال الناس. يقول وكذا الدابة ان اتلفت ان اذا انفلتت فاتلفت ذرعا لم يكن في ذلك اثم يلحق صاحبها، لانه لا فعل له، يلزمه ضمان ما ده لم يقصر في منعه، ولكن قصر او لم يقصر هيلزمه ضمان ما تلف بسبب ذلك. في بعض الاحوال قلنا الراجح انه اذا كان هذا بالليل. ومن هذا الباب ايضا ان الصغير تجب الذكاء في ماله لانها معلقه بوجود النصاب، وكذا تلزم الزكاه الفطري في ماله. ومثال نصب الوصف سببا ان يثبت للصغير او المجنون الميراث بكونه زوجا للمرأة المتوفاة أو قريبا للميت، وتجب في ماله النفقة الزوجية ونفقة أبويه إن كان فقيرين وكان هو غني. يعني هو ممكن يعني ورث مثلا عن أبيه، أبي مات أبوه مات وورث، وأمه فقيرة لم تلد أو ورثت وفقدت المال، أو كان طلقها وهي فقيرة، الحاصل انها فقيره وهو غني مع انه طفل صغير، او لو كان بقى طفل مميز، الحاصل اذا كان معه مال ما هو لازم يكون له ولي. فاذا كان مثلا الطفل له مال وامه محتاجه، يبقى الولي ده هينفذ الحكم بتاع ان نفقه الام دي في مال ابنها، يخرج من مال الطفل وينفق على امه. يعني بذلك نكون بفضل الله تعالى انتهينا من هذا الفصل المحكوم عليه، وإن شاء الله نشرع في المرة القادمة في الكلام على المحكوم فيه هو فعل المكلف. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.